تفضل يا سي مختار. سلامتك يا سيد الرجالة، سلامتك يا حاج. خير؟ عملتي فيه ايه يا بدرية؟ عملتي في ابويا ايه؟ رد عليا يابا، مالك؟ مختار ابني حبيبي، الحمد لله نجيت قبل ما السر الالهي يطلع. يابا بعد الشر ما تقولش كده، ان شاء الله هتقوم وترجع زي يا بنت بسكوتي بات. ايه قرادة؟ هتقوم وتقف زي الحصان. وبعدين ياما نصحتك يابا، ياما نصحتك، الجواز من العينة القليلة ديت يودي بستين داهية. ده انت اتجوزت باروكة، جبت لنا من انهي مصيبة دي؟ انت بتبكي ليه بس يا حاج؟ عيب كده هتأثر فيا، مالك؟ شكلي حفيص يا مختار. وزعلان؟ زعلان يابا، ده احنا في ايام غبرة ما يعلم بيها الله ربنا. ربنا ياخدك وياخدنا معاك ويريحنا. يخرب بيتك، عملتي فيه ايه؟ عملتي فيه ايه؟ ها؟ عملتي؟ انا عارف من يوم ما اتلميتي على الفنان احمد سلامه وانت عايزه تخلصي من الراجل الكبير، بس انا مش هنقولها لك يا زهر. ايه ده؟ مش هنقولها لك. وايه ده؟ انا مش قال 100 مره مفيش تلفزيون؟ افرض سمع النشره كده ولا كده؟ عايزين نسمعه اخبار حلوه، التلفزيون كله اخبار وحشه. اخ التلفزيون ما فيهوش حاجه يا ابني. برضاي عليك يا مختار، هات لي الورق من الدولاب يا ابني. عناية يا حاج، عناية يا حبيبي. لازم يسمع اخبار مبهجة تفرحه عشان نحافظ عليه. نسيت اقول لك صحيح يابا، عم شفيق صاحب عمرك يدوروا عليه عيني، لقوه ميت في شقته بقاله يجي اسبوع لحد ما جثته اتحللت. الله يرحمه. ولاد ايمن، ايمن ابن اختي يا عيني، جاله مرض وحش قوي قوي قوي، واختي ادمنت المهدئات. واخويا الاهبل الصغير عايز يفجر ابوبه البوتاجاز في مراته. الا بقى الضرايب النهارده جت حجزت على كل محلاتك يابا. وعمتي فوقيه طلعت انها ماتت قطعوا لها لسانها الحراميه ورموها في الشقه. انا عايزك بس انت ما تفكرش في حاجه يا معلم، مش عايزك تتوتر خالص. مختار، مختار. مالك يابا؟ حاسس بايه يابا؟ طمني. عايز تعطس؟ اعطسي يا ابني، اعطسي. انا بموت يا مختار. ما تقولش كده يابا، ما تقولش كده يابا. اسمعني. سلك البضاعة يا ابني. حاضر. سلك البضاعة. اسلك البضاعة واشرفك، وانا عارف في نفس المكان التسليم، في المجاري العموميه بتاعه القاهره. ما تقلقش يابا، اطمن انت بس. ابا ابا المعلم مات. الف رحمه ونور عليك يا معلمي، الف رحمه ونور عليك يا ابا، الف رحمه ونور عليك يا سيد الرجاله، يا سيد الرجاله. تعالي هنا اصبع الروج، انت اللي موتيه، انت والفنان احمد سلامه من يوم ما اتلمتوا على بعض، وانتوا اللي وصلتوا الراجل ده لكده. اهو مات، اعمل فيك ايه؟ عايز ارشقك ركبه ببطنك خايف تيجي في وشك، لان احجامك غريب. ما انت ملخبطاني طول عمري ببص للناس كده، انت الوحيده اللي عاملاني كده، فالتركيبه ما بالنسبه لي. خدي بقى، خدي. انت اللي قتلت ابويا، انت اللي موت ابويا، انت اللي موت ابويا. الف رحمه ونور عليك يا معلم. سامحني يابا، هتطرفت سرك لاخواتي يابا، فاكرينك اب شريف يتشرفوا بيك، وانت في الاصل معرفتك تعر وتشبع. الف رحمه ونور عليك يا معلم. شكرا يا معلم، الله يكرمك. شكرا الله وسعك يا معلم. وقال الله يا مختار. ونعم بالله يا معلم كراسه. مبروك عليك المنصب الجديد. الله يبارك فيك. انت جاي تقطمنا ولا جاي تعزي ولا ايه؟ اسره. اسمعني كويس يا مختار، انا ودني ناحيتك اهو. البضاعه اتشحنت وكلها ايام وهتستلموها. ربنا يكرم. والطلبات؟ عمولتي. عمولتك؟
اقسم لك بالله ما معانا ولا تعريفه. تعالى بس، الحاج سيبنا على البلاطه وكل الفلوس في العمليه الاخيره. انا معايا 25 جنيه يا دوب هحاسب الفراش. استر علينا، عيب ده شغل رجاله. تصدق بالله اصحاب المكتبات كلهم مستنيين، كل المكتبات اللي في مصر، والموسم الدراسي داخل مش عارفين نعمل ايه. سيبونا بس نستلم البضاعه ونفرفش. كل اللي انت قلته ده ما يخصنيش. عمولتك كام اللي كانت مع الحاج؟ 25%. هو اتفق معاك على كده؟ ايوه، ما هو كان اخر قامه بيخرف. هم 5%. بس المرحوم ما اتفقش معايا على كده. انا اللي بتفق معاك. وبص في الصف في حاجه عايز اوريها لك. طب البخالي اللي هي مختار نعمه بالله يا اخويا، ما جالكش في حاجه وحشه. جاي ينصب. شكر الله ساعد. شكر الله ساعد. شكر الله ساعد. البخالي الله يا ابني. سعاده الباشا، زيارتك لينا تشريف كبير قوي. من يوم ما شفت سعادتك، اول ما شفتك في السوار رجعت زمان، ايام ما كنا بنروح المعموره احنا واسرتك وايام ابويا. يا باشا انت عظيم. والله يا ابني المرحومه كانت زي اختي بالظبط، الله يرحمها. مرحومه؟ مرحومه مين؟ المرحومه مدام صفاء سلامه. طبعا شفت نهايتها؟ شفت ازاي ده انفجرت في الغردقه؟ جابوها وشرفك بالمايو على المستشفى. معلش معلش، شرفتنا سعاده الباشا. البقاء لله ونعم بالله. البقاء لله. انا فاكر المدير بتاعك في الشغل. ولا اعرفه. ده جاي يقول لي المدام صف. ايه المناظر دي؟ ايه ده؟ عايز ايه؟ شحلك يا استاذ مختار. شحلك يا استاذ مختار؟ يلا يا ابني اتقل. ده مين اللي دخلك اصلا؟ استاذ مختار كنت عايز يعني الحوار، انت عارف الواحد فيك دهوت الظروف والضغوط والاعباء بتخلي البني ادم يعني هو كل يوم بيعمل اي حاجه في الحاجات. حاجات انت جاي بتنقط في فرح على بقى تعز؟ انت مبارش ما جاي تقرفنا؟ يلا هات من هنا. لا انا مش همشي بقى، عشان انا كنت مضايق لابوك ب 28,000 جنيه ومش همشي من العزا ده قبل ما اخد الفلوس بتاعك كلها في ايدي تامه. بوقك 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 ده انت بتفتح لنا بوقك. انت ابويا مستلف منك 28,000 جنيه؟ انت بتتسرق عليا وبتتمسخر عليا يا استاذ مختار، عليا النعم ابوك ده ما هيورد على جنة. بوقك بقول لك، بوقك بقول لك ايه، انا هديك حقك. شوفوا انتوا الناس، شوفوا الناس، شوفوا. انت تعال يلا يلا يلا. شكر الله ساعك يا معلم. شكر لنا اهل الصعيد كلهم. الله يكرمك الله يكرمك. شكر الله ساعك يا فادي. بكل ونعم بالله ونعم بالله. ايه ده؟ ده انا ايدي خدلت. الراجل الكبير ده ايده تقيله قوي، جزع لي ايدي، ايدي اتجزعت والله، وكله بيسلم بحراره قوي كان ابويا جوز اخته. ايه ده؟ الله يرحمك يا حاج. خلاص بقى خلاص بقى، انت هتنهار الفتره الجايه. عايز رجاله مش عايزه ناس تنهار. نمته خفيفه قوي 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 قوي. هو كان طيب، هو كان ابن حلال. لنته خفيفة بس ساب أعباء تقيلة قوي. شفت النعش كان طاير؟ كان طاير. نعش ايه اللي كان طاير؟ النعش بتاع بابا. الراجل كان طاير ايه؟ هو الريح كان جامد واحنا كنا ماشيين مع الريح. ما تقعدش تقول لي طاير ومش طاير، انتوا ما تعرفوش حاجة اصلكم، وما تعرفوا كل حاجة اما الناس دي تمشي بس. مختار كنا عايزين نتكلم معاك بخصوص الميراث. الايه؟ الميراث. تصدق ان انت ما عندكش ريحه الدم، ميراث واحنا لسه في العزا بتاع ابونا، وتقول لي النعش كان طاير يا كذاب. كنا عايزين شويه فلوس بس نشبرق نفسنا. لا من جهه الفلوس هتبقشش قوي، هتبقشش ما تقلقوش. بقول لك يا اشرف. قول يا مختار. انت بتحب شغلك؟ يا بحبه قوي، شرفي اعتزازي. خلاص يا عم، ايه النشره دي؟ ايه يا عم؟ هو في حاجة يا مختار؟ لا مفيش حاجة، دي ابن السلة. طب لو حصل حاجة في الدنيا، الظروف اتغيرت، ما تسيبش شغلك يا أشرف؟ لا لا ممكن أبدا. شكلك هتسيبه يا أشرف، الناس دي طولت قوي. أنا جوعت بصراحة. وأنا كمان. اللي هيقرأ قرآن تاني؟ لا خلاص. طب هنعمل إيه طيب؟ طب يا رجالة متشكرين قوي قوي قوي. معلش معلش، الناس بتعزي ساعة ساعة ونص، أنتوا بقالكوا كتير قوي وإحنا جوعنا بصراحة. اقعدوا في الهوا زي ما أنتوا عايزين، بس آخر واحد والنبي يقفل الصوان. ها شكر الله سعيكم. يلا يا عم انت اهو، دي ناس فاضيه. مين يا مختار؟ الله يرحمك يا حبيبي. كان راجل ولا كل الرجاله، سيد الرجاله. وحدوه لا اله الا الله. حط دي يا امي هنا. عين يا دماغ. يا تنزيلش. لا لا لا، عشان نبقى من الاول على الابيض. انا جمعتكم النهارده عشان اقول لكم على موضوع ما كنتش عايز اقوله لكم، لكن ظروف المسلسل حكمت. كان سر
بيني وبين الحاج الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن إليه، ما كانش حارمني من حاجة، جاب لي شبشب في ليلة العيد. الله يرحمك يا حاج. معلش يا أمي. كان من أعز أصدقائي، كان مهنيني، ما حرمنيش من حاجة. خدت الحباية. خلاص يا حاج، خلاص حاجة. بقى لله، بقى لله. السر اللي أنا عايز أقوله لكم، لازم أسألكوا سؤال قبليه. أبونا الله يرحمه كان شغال إيه؟ عطار قد الدنيا. عطار هو ده الخازوق اللي أنتوا شاربينه من الأول. أبوك الله يرحمه كان تاجر سليفان. إيه؟ يا كلب يا كلب، بتاع اللي بتبلبعه ده خلاص فوت لك دماغك؟ تقول على أبوك كده اللي كان من أشرف الناس؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي. وانت يا بنت، وانت ابوكي كان كيوافير؟ ايه التصليح اللي انت فيه ده؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم كلكم. اشوف فيكم يوم يا ولادي. شوفيها ماما. يا نهار اسمك، ماما اتجننت. معلش ماما اتجننت. يلا بقى بنت دي بكرهها من صغرها. ما علينا. بجد بجد يا مختار، ماما كيف هيك تصير فيها؟ للاسف. يا فضحتك يا اشرف، يا نسبتك السودة يا أشرف. أقول إيه لزمايلي في الداخلية؟ أنا اللي بطبق القانون. أبويا يبقى تاجر سلوفان، الضابط المسؤول عن ترسيخ القيم والعدالة الأخلاقيات، هو نفسه ابن تاجر سلوفان. بقول لك إيه يا حبيبي، أنت وهو فين وأحول ولا؟ عايز أقول لكم إن البيت اللي أنتوا قاعدينه ومتفشخرين فيه ده مرهون، يعني ممكن نترد منه في اي لحظه. ايه ده؟ والذهب والثروه والالماس اللي بابا سايبهم؟ الحاج الله يرحمه حط شقه عمره كله في العمليه الاخيره، اكبر عمليه سوليفان، بس انا مقست كل حاجه. انا مكلم اللي هيشتري وهيكيش كمان. مكتبه بابا نجيب اللي في اول شارع نوال، عارفها؟ بس عايزكم تساعدوني تسمعوا كلامي عشان اللي اقوله يتنفذ بالحرف. انت كدبت. معنى كلامك ده انك عايزنا نساعدك في جريمتك. ايوه هتساعدني وغصب عنك، يا اما مش هتطول ولا مليم، فهمنا؟ ايه ده بس؟ ايه ده يا مختار؟ ايه ده؟ اقعد اقعد يا عبيط، انت بلا اهدى بلا زفت، من هنا ورايح كلمتي ايه اللي هتمشي. وبالمره بقى عندي مفاجاه، طالما ايه فتحنا قلوبنا لبعض، انا اتجوزت. لا كمان من غير ما تعزمنا؟ لا، ما انا هعرفكم على المدام دلوقتي. يا رؤى بنت، يا رؤى امر يا اسمك صوت. رؤوس يا بنت الاخوات شويه. ست لما 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 ست لما رؤى مراد لما لما ست لما فرفش فرفش يا واد فرفش عند الضابط يحيي ابا من بعيد. ايوه يا سيبتها يا سيبتها. ايوه يا يا امي، ده كلام؟ صدقني انا حزين، انا حزين ان مستواك وصل للدرجات. امال مين يجيب لي حقي؟ مراسي باتمان. وليه باتمان ليه؟ ما اولادك موجودين ولا انت متبنيانه؟ لا يا حبيبي، ده انت حبيب عمري، ده انت حبيب قلبي من جوه. بس واطي بصراحه، ربنا ما حدش يضمن حد اليومين دول. انا رايك يا حاجه، ولاد الحلال ما خلوش لاولاد الحرام حاجه. المهم بتاعتنا معانا. يا نهار اسود، البضاعه بتاعتي اتبلعت. لا بلعها. لا بلعها. لا انزل معايا كمال المايه. كمال ده فين فين؟ انا اسمي عطره. يا عم مش وقت قفشات، انزل معايا المايه. شقع عمري، شقع عمري ضاع كده برضه يا مختار تعملها فينا. الله يرحمك يا حاج، دي كانت شغلته هو وابو دقموشة والدفاية. انا مش عايز نفس شقع عمري راح. حرام عليك يا مختار، جبت لنا يا مختار. مش وقت كلام، انزل معايا يا حرام عليك. شقع عمري راح. جبت لنا العار، جبت لكم العار، ده انت اللي جبتوا لي العار. انتوا اللي نقيتوا فيها، انتوا اللي نقيتوا فيها. حرام عليك يا ولادي، خربتوا بيتي، خربتوا بيتي يا فا.
الاخ يخاف يا اخوانا لا تصفروا دول مهما كلوا هيصابوا بجفاف وبكره يتعوروا قولوا للي اكل الفراخ يخاف يا اخوانا لا تصفروا دول مهما كلوا هيصابوا بجفاف وبكره يتعوروا يا ابن الناس يا ابو دهشوم استناني هعدي عليك انا والدفاس يا فسواني يا فسواني ملك قافش يا ابن الناس يا ابو دهشوم استناني هعدي عليك انا والدفاس عايشين حرام في حرام وعيشة شمال دقوا المزاهر بخروا قولوا للي اكل الفراخ يخاف يا اخوانا لا تصفروا دول مهما كلوا هيصابوا بجفاف وبكره يتعوروا قولوا للي اكل الفراخ يخاف يا اخوانا لا تصفروا دول مهما كلوا هيصابوا بجفاف وبكره يتعوروا ابويا بابا اللي ورثته دبسني ولا انا دبسته ابويا بابا اللي ورثته دبسني ولا انا دبسته مش تركلا مش تركلا مش تركلا دي مصيبه قولوا للي اكل الفراخ يخاف يا اخوانا لا تصفروا دول مهما كلوا هيصابوا بجفاف وبكره يتعوروا قولوا للي اكل الفراخ يخاف يا اخوانا لا تصفروا